ماذا يعني أن ترى الله؟ نحن ندرس ونتعلم أن أعظم نعيم أعظم نعيم للمؤمنين في الآخرة رؤية الله سبحانه وتعالى. فماذا يعني هذا؟ ماذا يعني أن ترى الله؟ إنه باختصار يعني كل شيء، لأن الله لنا كل شيء. الله سبحانه العظيم الكبير الكريم الودود، الله الحميد، الله ذو الجلال والإكرام. هذا الإله العظيم منه كل شيء وإليه كل شيء، ولا غنى لنا عنه طرفة عين. منه كان الإحياء والإنشاء والإعداد والإمداد. كل نعمة، كل خير، كل فضل نالك فإنه منه وحده لا شريك له. كل لقمة، كل شربة، كل نفس إنما هو محض نعمة من الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني أن ترى الله؟ إنه يعني أنك ترى محبوبك الأعظم، من كنت تذكره وتقرأ كلامه وتتقرب إليه تخافه بالغيب. ستأتي اللحظة التي تراه فيها وتأمن غضبه وسخطه ويحل عليك رضوانه. ماذا يعني أن ترى الله؟ يعني ذلك أنك سترى من له الجمال المطلق والكمال المطلق والجلال المطلق، فأي نعيم فوق هذا النعيم؟ يقول ابن القيم رحمه الله في البدائع: إذا كانت رؤية مخلوق قد سلبت إحساس الناظرات وقطعن أيديهن وما شعرن، فكيف برؤية المحبوب في يوم المزيد؟ ماذا يعني أن ترى الله؟ يعني أنك سترى من إذا تولاك انهالت عليك كل الخيرات والرحمات والبركات، من إذا تولاك ورحمك وأحبك وأفضل عليك فإنك قد حزت بذا كل شيء، ومن إذا نسيك وأبغضك وأعرض عنك خسرت كل شيء. ماذا يعني أن ترى الله؟ يعني أنك تفوز بأعظم لذة على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من نعيم عظيم بكل شيء، في مأكلهم وفي مشربهم وفيما يرون وينظرون وفي راحة بالهم وسعادة قلوبهم بكل شيء، ومع ذلك فإنهم إذا رأوا الله عز وجل نسوا ما هم فيه من النعيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ فيكشف سبحانه الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى.